هنا سؤال الأخت أم محمد، تقول أنها تقرأ لوالديها المتوفين كل يوم جزء من القرآن، ثم بعد ذلك تقول أقرأ الإخلاص 11 مرة، ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي وتقول بنية إهداء الثواب لهما، هل فعلي هذا صحيح؟ السؤال له شقان، الشق الأول ما تقرأه من القرآن جزءا أو أقل أو أكثر وتهدي ثوابه للميت، والصحيح أن هذا غير مشروع، ليس من الأعمال التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعلها الأحياء أو لأمواته، وهي في الأدلة محصورة في 6 أعمال: الدعاء والحج والعمرة وصيام الواجب وقضاء الديون والصدقة. الشق الثاني وهو الدعاء، الدعاء من الحي ينفع الميت، وهو أعظم ما ينتفع الميت به من عمل الحي، وهو أيسره وأهونه على الحي تجاه ميته، والله أعلم.